المحطة الجهوية للتلقيح الصناعي وتحسين السلالة متواجدة بالحنجير دائرة عين الصفا ولاية نعامة. كما قلنا الدور تاعها هو تكثير وتحسين وانتقاء كحول لهذه السلالة التي تهدد بالانقراض. قام بهذا العمل مدة تقارب 9 سنوات، حيث أنه كان كل مرة يتابع المواصفات التنافسية الإنتاجية على حساب المظاهر المورفولوجية أو الفينوتيب. النتائج الحمد لله اللي تحصلنا عليها بعد إحصاء 2023 أن توصلنا إلى 1553 رأس غنم حمراء من هذه السلالة، مجموع 23 موال مهتم بتربية هذه السلالة، والإحصاء متواصل. نداء الموالين وجه بتعريف بسيط أن من عاش مشاكل الجفاف من سنوات هذه الفائطة فننصحه بالعودة إلى تربية سلالة الدابة، فإنها صديقة للموال حيث أنها ما عندهاش احتياجات كبيرة، وصديقة للبيئة تحافظ على البيئة المنطقة تاعنا لأنها هي بنت بيئتها. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.